بسم الله الرحمن الرحيم. هو معلش انا اسف على التاخير مبدئيا يعني. واحنا محاضره النهارده هنتكلم فيها عن البرنسبلز اوف بون سكروز. يعني اول حاجه هنقولها هنتكلم عن الهيستوري اوف سكروز. اصلا هو ايه منشا السكروز ده؟ اول حد عمل فكره السكرو سواء كان بون سكرو او سكرو عادي هو ارشميدس عن طريق الاله اللي قدامنا دي. عشان كده بقول لك ان هو ذا فازر اوف سكروز. هو اللي اخترع الاله دي عشان يرفع بيها الميه من مكان تحت لمكان فوق عن طريق استخدام الستريشن اللي هو يرفع الميه بيها من تحت لفوق. دي كان اسمها ووتر سكرو. الهيستوري اوف بون سكرو نفسه بقى في جراح الماني اسمه كارل هانسمان ده عمل اول انترنال بليد فيكسيشن باستخدام ريموفابل ستيل بليد اند نيكل بليد سكروز. يعني ايه؟ هو اول واحد استخدم سكرو يتحط جوه عظم هو الشخص ده. اول ما عمله كان بيحط السكرو بالبليت جوه العظم ويثبته بالمفك ويسيبه زي ما هو لحد ما الفراكشر يونايت وبعد كده يشيله. ما كانش في اوبشن انه يحطه وبعد كده يبدا يشيل تاني، فده كان بيسبب انسيدنس اوف انفكشن ويخلي طبعا الدنيا يعني انت بتبقى اصلا قافل والدنيا ما بيحصلش بيحصل فيها انفكشن. وبعد كده جه واحد اسمه موريس مولر ده جراح سويد من السويد من السويد يعني قعد مع مجموعه من الجراحين من سويسرا قصدي مع مجموعه من الجراحين والناس بتوع الهندسه والميكانكس وعملوا جروب سموا نفسهم او كجروب كده اللي هي الكلمه الالماني دي اللي حضرتك بتعرف انت كويس اسمها ايه اربايت سيجمان شافت فور اوستي دي دي كلمه الاو اللي احنا بننطقها دايما او فاكرين انها امريكان اسوشيشن اوف اورثوبيديك اللي هي دي الكلمه دي الحرفين منها اللي هو الاو. الناس دي عملت جيرمان اسوشيشن فور ذا ستادي اوف انترنال فيكسيشن ده الترجمه الانجليزيه للكلمه اللي هي بتاعت الاو دي. على مدار التاريخ بقى بعد ما الناس دي بدات تعمل الاو دي سكرو كومبوزيشن ثريد كاونت والشيب والبيتش والديامتر الكلام ده كله انا عارف معناه ايه دلوقتي اوبتمايزد فور فرايتي اوف بون تايبس. بداوا يعملوا السكرو حسب البون تايب اللي هم يستخدموه بيعملوا كانسيلاس كورتيكال كانوليتد حسب بقى الديفلوبمنت اللي هيحصل اوفر ريفوليوشن افتر انذر. حد يفهم الصوره غلط؟ شويه ديفينيشنز لازم انا ابقى عارفها لما اجي اتكلم عن السكرو ستراكشر عشان لما اجي اقول لك ان البيتش بتاع المسمار تقول لي يعني ايه بيتش؟ اقول لك ان الليد بتاع المسمار ما انتش فاهم ايه المقصود من الكلام. مهم قوي ان انت تبقى عارف الكلام ده عشان تبقى عارف انت شغال بايه. احنا مش ميكانيكيه ولا نجارين. البيتش از ذا سكرو هي الديستانس بتوين ذا ثريدز. يعني انا عندي المسمار فيه سريشنز بين السريشن واللي تحت منها دي اسمها البيتش. في حاجه اسمها الليد هي الديستانس ثرو ويتش ذا سكرو ادفانسد ان 360 دجري. المفروض ان انا الف ايدي بالمفك 360 درجه يحرك المسمار ادفانسمنت جوه البون مسافه. المسافه دي هتتساوى مع البيتش لو كان هو الديزاين بتاعه سيمبلي. طب لو كان الديزاين بتاعه دبل ثريدنج، يعني ايه دبل ثريدنج؟ السريشن بتاع المسمار معموله على اساس ان هي دبل ثريدنج يبقى 360 درجه هتحركه 2 بيتش. يبقى هو لو سيمبل ال 360 هتحركه بيتش واحده، لو دبل ثريدنج هتحركه اللفه 360 هتحركه 2 بيتش. ما فهمتش ده اسمه ليه؟ يعني ايه دبل ثريدنج؟ يعني اللي هو الهيد ليها ثريدز والشافت دي لا. المسمار لو الديزاين بتاعه معمول يعني ايه دبل ثريدنج بقى؟ ما انا هقول لك اهو. المفروض ان الليد تساوي البيتش. ماشي. اذا كان المسمار سيمبل ثريدد. لو كان المسمار دبل ثريدد اما لف المسمار لف يعني يعني في سريشن قدام وسريشن ورا زي مثلا المسمار الهربرت اه لما لفه لفه 360 هتحركه 2 ثريد. المسافه اللي هيخشها بقى في البون هي اللي بيسموها ليه؟ اه اللي هيقطعها المسمار في البون بعد 360 درجه لف. ايه الروت او الكور؟ مهم ان انا اعرف معنى الروت او الكور لان ده هيفرق معايا بعد كده في ما اجي اتكلم عن المسمار في ان هو بيتكسر او ما يتكسرش. ذا سوليد سيكشن اوف ذا سكرو فروم ويتش ذا ثريد برتريود. يعني الحته السوليد اللي خارج منها السريشن هي دي الكور او اللود بتاع المسمار. يفرق معايا في ايه؟
The core diameter also determines the size of the drill. يعني من خلال الكور بتاع المسمار بقول ان الدريل اللي هستخدمها هي تساوي كذا. هنقول الكلام ده بالتفصيل بعدين. في مسامير لها كومن كور بالرغم ان انت مقاسها مختلف، يعني لما اقول لك المسمار 4.5 مللي كانسلس و6.5 مللي كانسلس لهم نفس الكور، ده معناه ايه؟ ان الفرق في الستريشن، في الستريتس نفسها، انما الكور بتاع المسمار نفس الرقم. واضح؟ يعني كده معناه ان احنا هنستخدم نفس البومبه. ايوه هو ده معناه نفس الكلام، ان انا بما ان الكور بيحدد او الرود بيحدد البونطه اللي هستخدمها، يبقى انا لو هستخدم مسمار كانسلس 4.5 او هستخدم مسمار كانسلس 6.5 او هستخدم 4.5 مال الراسكروز، كل دول الكور بتاعهم 3 مللي، فبالتالي انا هستخدم نفس البونطه اللي انا هستخدمها مع ده. لما بيزيد الكور بيزيد البندنج ستريس. يعني ايه البندنج ستريس؟ لما المسمار يبقى عليه محطوط كده في البون كده والبليت دي هتتحرك عليه كده هتعمل له بندنج. امتى المسمار يتكسر؟ ده معناه البندنج ستريس بتاعه. يعني لو انا الكور بتاع المسمار يزيد اللي هو الحته اللي هي انثريدد في الحته الثريدد بورشن، كل ما هتزيد كل ما فرصه المسمار يتكسر هتقل. ده شكل هنتكلم بقى عن كل حته في المسمار لوحدها. ده الهيد بتاع المسمار. الهيد ده عباره عن ايه او ليه اصلا هي معموله؟ معموله عشان تو ايم. اول حاجه ان انت بتحط فيها الدرايف، السكرو درايف اللي هو المفك. شكلها ممكن يكون كده او كده او كده. ده شكل الهيد. فين الماوس؟ على الماوس التاتش باد. اه ماشي. يعني ممكن شكل الهيد بتاع السكرو يا اما يكون بالمنظر ده او ده او ده. تاني ايم ليها تو ارست فورورد موشن. عشان كده انا لو انا بعمل كاونتر سينك للمسمار ما ينفعش اعمل كاونتر سينكينج اكل الكورتكس كلها، لان كده المسمار هيماجريت. فالهدف من الهيد بتاع السكرو اول حاجه ان انا احط فيها المفك، تاني حاجه ان انا بتمنع المسمار ان هو يماجريت ثرو بول. ده صوره توضح الكلام اللي لسه قايله حالا. الصوره بتوضح اكتر من الكلام اللي انا بقوله. ده الكور اللي هو المنظر ده اللي هو شايف الحته الانثريدد دي، الحته اللي هي جوه الثريدز، ده الكور بتاع المسمار. الحته دي كده بين اول الثريد لحد الكور دي اسمها الافكتيف ثريد ديبس. هي دي اللي بتفرق بين المسمار الكانسلس ال 4.5 والمسمار الكانسلس 6.5. دي بتزيد فالسكنس المسمار بيتسمع حسب طول الثريد. ده السكرولنس المقاس بتاع المسمار. ده البيتش المسافه بين اثنين ثريدز اللي انا المسمار المفروض هيتحركها لما الف 360 درجه. هو في سؤال بيفرق معايا ايه البيتش كبير او البيتش صغير؟ هو شكل بقى الكانسلس والبونت. بيتش كبير ايوه هنقوله لسه. طب هو الثريدز اللي انا بتكلم عنها من ساعتها دي تفرق المسمار بتاع العظم من المسمار اللي بحطه في الحيطه او المسمار الخشب؟ المسمار اللي احنا عاملينه للعظم عاملين فيه ديزاين في السريشن نفسها، في انجل بين السريشن والكور بتاع المسمار. ما ينفعش تبقى كده، ما ينفعش تبقى هي انجل كده اكيوت. هي معموله بالمنظر ده كده عشان تقلل الستريسز اللي بتحصل على الـ على الـ على الـ على السريشن. بيقول لك ستريس اوف ذا كور كان بي انكريزد اف ذا سيرفيس اوف اديشنال ستريس انترسكت وذ ذا كور ات ذا شيب انجل ات شارب انجل. البونس كروز ديزاين سو ذات ذا انترسكشن اوف ذا ثريد سيرفيس ويز ذا كور كونتين ا كيرف ويز اوز ا شارب انجل. ده بيقلل الاستريس على المسمار او على الثريدز نفسها. يعني بيقول لك دي بقى الحته اللي انت بتسال فيها يا احمد. بيقول لك ذا سمولر او ذا فاينر ذا بيتش ذا مور ثريد انجيج ا جيفن ديبس اوف ذا كورتكس. يعني ايه الكلام ده؟ شايف المنظر اللي قدامنا ده؟ كل ما كان البيتش قليل، يعني كل المسافه بين الثريدز ما كانت قليله، كل ما كان المسمار هيمسك اكتر في البول. واضحه دي؟ ده اكتر المسمار ده قدرته على انه يمسك في البول اكتر من ده اكتر من ده، لان نفس المسافه بين اللي احنا محددينها دي فيها عدد سريشنز اكتر في ده عن ده عن ده. فبالتالي يقل كل ما كل ما البول اوت بتاع المسمار يزيد قدرته على انه يمسك جوه العظمه هتزيد. يعني مش لما البيتش يزيد البول اوت لا ده عظمه بس على نضيف شويه. ايه ما هي احنا كده الاستراكشر بتاع السكرو واضح؟ الهيد والشافت والسكروز والستريشن والبيتش. ايه الميكانكس اوف سكروز؟ هو اصلا وظيفه المسمار ايه؟ انا بحط المسمار عشان اعمل بيه ايه؟ اول حاجه كونفيرت تورك اللي هو لفه ايدك بالمسمار انتو انترنال تنشن الونج ذا اكسس اوف ذا سكرو. يعني بيحول لفه ايدي دي لتنشن الونج ذا اكسس اوف ذا سكرو.
يعني ايه تنسايل سترينث او تنسايل سترينث اوف سكرو؟ ده بيعتمد على ايه؟ على الروت دايمتر. عشان كده في السترونج كورتيكال بون، ودي تهمني في السترونج كورتيكال بون، يعني المسمار عنده في نقارنها كده باللي تحتها بالتورشنال سترينث او البول اوت سترينث. يبقى انا عندي حاجتين بقارن بينهم بالنسبه للمسمار كميكانكس. اول حاجه التنسايل سترينث دي بتعتمد على الدايمتر بتاع الكور بتاع المسمار. التورشنال سترينث دي اللي هي البول اوت، البول اوت دي معناه قدره المسمار ان يعمل يمسك في العظم ويعمل له مع الـ مع الـ مع التورك ده يعمل كومبريشن. ده بتعتمد ديبند اون ذا اوت سايد دايمتر اوف ذا سكرو. يبقى كل ما زادت اوت سايد دايمتر كل ما زادت التورشنال سترينث، كل ما زاد الكور دايمتر كل ما زاد التنسايل سترينث. واضحه دي؟ دي اللي كان بيسال عليها. ايوه. لا. بتكلم على البيتش. لا بتكلم عن حاجه ثانيه خالص. بول اوت بيزيد ولا بيقل؟ ده فاكتور ثاني، اللي هو الاوتر دايمتر. عماد ايه الحاجات اللي ممكن تخليني بقى الحاجات البراكتيكال وانا شغال تكسر المسمار؟ يعني ايه اللي يخلي مسمار يكسر مني وانا شغال؟ السكرو كان بريك انتو ويز، حاجتين اتنين هما اللي ممكن يخلوا المسمار يتكسر. ان انا استخدم تورك اكسيد ذا شير سترينث اوف ذا سكرو، يعني انا اضغط على المسمار جامد فالسترينث بتاع التورك بتاعتي تبقى اقوى من تحمل المسمار للتورك ده فيروح مكسور كده. فاهمينها دي؟ تاني حاجه ثرو ابلكيشن اوف بيندنج فورسز، يعني ايه؟ ان حاجه تضغط على المسمار هو كده، حاجه تضغط عليه كده فيكسر كده. هوين ذا لود از ابلايد بيربنديكولار تو ذا لونج اكسس اوف ذا سكرو، ده بيحصل امتى؟ لما اكون حاطط انا مسمار جوه بليت ويحصل عليه ستريسز من البليت نفسها كده. يبقى في حاجتين ممكن يكسروا المسمار، يا اما اكون انا عملت عليه جامد تورك جامد، يا اما يحصل له بيندنج فورسز اللي هي تضغط على اللونج اكسس بتاع السكرو. دي الحته البراكتيكال اللي طلعنا منها من فهمنا للبيتش والكور. انا عشان احط مسمار بستخدم دريل، لازم ابقى فاهم الدريل دي عباره عن ايه، ولازم ابقى عارف كويس قوي ان الدريلنج اوف بون ديفرنت اوف دريلنج اوف وود. انا اللي ماسك بنطه وبيخرم عظم مش زي اللي ماسك بنطه وبيخرم خشب. ليه احنا لما جينا نشتري باور من اللي هو العادي ده اللي هو البلاستيك ده، قلنا لا مش عاوزين واحد قوي لان ده ممكن يبوظ الدنيا وما ينفعش في العظم، لان هو مش ديزاين انه يستخدم في العظم. هو هيفرق؟ هو مش كل حاجه بتلف وبتخرم؟ لا في فرق طبعا. اول حاجه الاستراكشر بتاع الدريل اللي احنا شايفينه ده كل حاجه فيها لها زاويه محسوبه، مش مجرد اي بنطه بحطها في العظم بتخرم. في واحد اسمه جاكوب اند بيري بيقول لك ان الفيزيولوجيكال بول دريننج ميثود ذات انكلود ذا فولوينج، لازما الفيزيولوجيكال بون دريلنج تضمن الاتي الحاجات اللي احنا هنقولها دي، ان يكون الزاويه اللي هو اللي قدامنا اسمها الهيليكس انجل من 20 ل 35 بوزيتيف، ما تبقاش العكس. يعني الزاويه ده لو اتغيرت يبقى ده مش فيزيولوجيكال بول دريلنج، يبقى ده حاجه ثانيه. ايه الزاويه اللي هي قدامنا دي؟ شايف الزاويه ده اللي بين المنظر ده اللونجيتيودنال اكسس بتاع البنطه والدايركشن بتاع الحلزون اللي في البنطه نفسها. الحته دي اللي هتقول لك ان انا ما ينفعش ابقى سرعه اللفات بتاعه البنطه اكتر من السرعه المطلوبه للعظم، ما ينفعش السرعه تعدي من 750 ل 1250 ار بي ام. لو عدت اكتر من كده هيحصل حاجه اسمها ان الفلو ستريس، الفلو بتاع البنطه جوه العظم هيزيد، فده يبقى مش فيسيولوجيكال، هيكسر العظم. عشان كده ما ابقاش انا فرحان لما حد يجيب لي باور هو مش بتاع عظم وسرعه لفته سريعه، ده هيكسر العظم، ده مش مطلوب. تاني حاجه عشان يبقى فيسيولوجيكال بون دريلنج لازم انا اعمل كونتينوس اريجيشن، وانا شغال بعمل كونتينوس وكوبيوس اريجيشن عشان ده بيعمل لو ما عملتش كده سيرمال بون نكروزس. يبقى الصح ان انا طول ما بعمل دريلنج جوه عظم لازم انا ابقى بعمل كوبيوس اريجيشن. الكلام ده اللي احنا بنقول في ايه؟ احنا بنقول ازاي ابقى بعمل فيسيولوجيكال بول دريلنج، الفرق بينه وبين ان انا اعمل في البون. لازم ان البنطه تكون شارب اند اكزيال، لازم ان البنطه تكون شارب. لو البنطه مش شارب ايه اللي هيحصل؟ هيحمل حاجه اسمها هيزود الاماونت اوف ريتيند بون دست.
يعني لو انا البنطه بتاعتي مش شارب هتقعد تكحت في العظم ومش هتخرمه، فهتطلع باودر من العظم، وده ما يبقاش فيسيولوجيكال. الطبيعي ان البنطه تبقى شارب عشان تخرم العظم، مش عشان تقعد تطلع لي دبرز. لازم الدريلنج اوف ذا ثريد يبقى ذا سيم دايركشن اوف ذا سكرو عشان يخليني اقدر احسب اللينس بتاع السكرو كويس، فاهمني؟ يعني ما اعملش انا دريلنج في الاتجاه اللي انا احط وانا اغير الدايركشن بتاع السكرو وانا داخل. الكلام اللي احنا قلناه ده ريديوس لوكال بون دامج سيجنيفيكانتلي. لو اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي انا ما عملتهاش وانا بعمل دريلنج هياثر على الـ على الـ على البون اللي انا بستخدم فيه الدريلنج ده. الاو عملت شويه توصيات كده، قالت لك بالحاجات دي هتقلل البون دامج وانت شغال. اول حاجه ان انت دريل بون اونلي، ما تبقاش في ميتال في الناحيه الثانيه وانت عمال تخرب فيها. لان تاني حاجه اول يوز ذا دريل جايد، لانك انت لما بتستخدم الجايد الدريل مش هتتلع، فده يقلل ان 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 الدريل ممكن تتكسر وانت شغال. لازم نستخدم سليف بالحجم المناسب للدريل، ما ينفعش استخدم السليف اوسع والا الدريل هتتحرك في ايدي، وفي نفس الوقت ما ينفعش استخدم سليف اضيق لان هيحصل احتكاك بينها وممكن تتكسر. لازم الدريل السايز بتاعها استخدمه يعني مناسب للبايلوت هول. يعني ايه البايلوت هول؟ انا لما عاوز اعمل انتر فراجمنت سكرو بعمل ايه في الاول؟ الستبس بتاعته ايه؟ حد يقول لي كده الستبس بتاع الانتر فراجمنت سكرو. لو انا هحط مسمار 3.5 كورتيكال وعاوز اعمل بي لاجنج افكت، بخرم النير كورتكس بايه؟ 3.5 الكور دايمتر بتاع المسمار 3.5 3.1 او 3. يبقى انا هستخدم دريل البايلوت هول الثريدز بتاعتها من 1 لـ 10 مللي لارجر. يبقى انا لازم ابقى عارف الدريل اللي انا بستخدمها دي مقاسها قد ايه مقارنه بالمسمار اللي انا هعمل بيه بايلوت هول. واضحه الحته دي ولا مش واضحه؟ اتكلمنا عن الدريلز. انا بستخدم في وسط لو انا بعمل انسرشن سكرو بستخدم التاب. وايه التاب ده ولازمته ايه؟ وهل انا ممكن ما استخدمش التاب ولا لا؟ وامتى استخدمه وما استخدموش؟ التاب ده يعني ثريدد ثرو اوت ذير لينس. يعني ايه؟ انا التاب سمكه من اوله ما هو زي اخره، السريشن بتاعته بتزيد من اوله لاخره. الهدف من الموضوع ده ايه؟ انه وانا بعمل تابنج بياخد البارتس اوف بون اللي انا داخل فيها ويحطها في السايدز بتاع المكان اللي هيخش فيه السكرو، فده يزود الدنسيتي اوف بون اللي انا داخل فيه، فيخلي البول اوت سترينث بتاع المسمار تبقى قويه. واضحه الحته دي ولا مش واضحه؟ هو ديزايند تو كات ثريدز. لازم أن يكون التاب مناسب او هو يساوي كورسبوند تو ذا سكرو ثريدز. ما ينفعش استخدم تاب اقل من حجم المسمار. واضحه دي ولا مش واضحه؟ هيبقى في مقاومه. هو بيفاسيليتيت الانسرشن. اتفضل يا حبيبي. فاسيليتيت ذا انسرشن اند انيبل ذا سكرو تو بايت ديبر انتو بون. الحته اللي انا قلتها من شويه. هو بيقلل لي حاجه، انا وانا بمسك البنطه وبلف المسمار جوه العظمه القوه دي بتستهلك في حاجتين اثنين، يا اما بتعمل كومبريشن يا اما بتستهلك في الاحتكاك بتاع المسمار مع البون عشان يعمل السريشن بتاعته اللي هيمشي فيها. لما بنعمل تابنج بوفر الباور اللي تستهلكت من التورك دي في ان انا اعمل فريكشن مع الهول بتاعتي. فبالتالي هو بيقلل اللوس اوف باور ان انا بستخدمها من انها تستهلك في الفريكشن، لا بتستخدم في الكومبريشن بس. ده بيجي على حساب ده، يعني لو انا مش عامل تابنج هيقلل الكومبريسيف فورس او البول اوت سترينث بتاع المسمار. فاذا التابنج ده مهم جدا. بيريموف اديشنال ماتيريال فروم ذا هول. في دبرس حصلت جوه الهول وانا بخرم بالبنطه، التابنج ده بيشيلها. الفلوت ده اللي هو ايه؟ بيقول لك ان هو اكستند فروم ذا تيب ثرو ذا فيرست 10 ثريدز. اللي هو الشرط مش هوريها لكم دلوقتي في سلايد. اه
التاب نفسه لو انت خدت بالك من وانت بتمسك المسامير يقول لك ده سلك تابنج ولا تابنج، متعرفهم ازاي؟ من التاب اوف ذا سكرو بتلاقي فيه شرطه كده، على شرطه كده معموله، ده اسمها الفلوت، دي ممتده لمده 10 سريشنز من التاب. ليه؟ عشان الدبرس تخش فيها فتمنع جامنج اوف ذا اسمه ايه ده اوف ذا تاب. جامنج يعني انه يقف مني، يحشر يعني. دي مكان بيتحرك فيه البون دبرس اللي انا تمام. عشان ابقى بعمل تابنج كويس وانا شغال، ما ينفعش اعمل تابنج في دايركشن واحد، لازم اعمل اتنين كلوك وايز وواحد انتي كلوك وايز. دي الحته اللي احنا مش عارف معظم الناس مش واخده بالها منها، لازم وانا بعمل تابنج اخد اتنين كلوك وايز وواحد انتي كلوك وايز. اتنين كلوك وايز ليه بقى؟ الحركه دي بتريموف الشيبس اوف بون اللي جوه التاب فتمنع الجامنج برضه. حته مهمه في كتير من الناس مش فاهمها، هو ينفع ولا ما ينفعش، صح ولا مش صح، هل انا لازم اعمل تابنج للفار كورتكس ولا اعمل النير كورتكس بس؟ لا طبعا لازم تعمل تابنج للفار كورتكس. يبقى انا بعمل تابنج، لازم انا اعمل تابنج للفار كورتكس، لان ده بيزود البول اوت سترينس ويز فول كورتيكال برشيز، بيمسك في الكورتكس بتاع الديستال كلها. يبقى انا وانا بعمل تابنج لازم اعدي الكورتكس الثانيه وانا بعمل التاب. سايز شود بي ذا سيم از اوتر دايامتر اوف ذا سكرو، دي قلناها قبل كده. حد عنده سؤال في الكلام اللي احنا قلناه؟ واحد تعبان. نتكلم بقى عن السكرو تايبس، انواع المسامير. اول حاجه هنتكلم عنها اكوردنج تو ذا سبيسيفيك بايوميكانيكال فانكشن. اول حاجه يا اما يكون سيلف تابنج يا اما نون سيلف تابنج سكروز. السلايد دي اعتقد ان هي موضحه الحته بتاعت الفلوت، شايفين الحته بتاعت دي كده مبينه بقى الفلوت اللي هو موجود اللي انا بقول عليه ده جوه التاب. السيلف تابنج سكرو هو كده منظره كده. اهم حته في الحته بتاع السيلف تابنج والنون سيلف تابنج سكروز ايه؟ ان انا لما باجي اقيس المقاس بتاع المسمار السيلف تابنج لازم ازود على المقاس اللي انا طلعت بيه 2 مللي، لان المسمار السيلف تابنج فيه الحته دي، الجزء ده البرشيز بتاعها جوه البون قليل، فلما اكون انا قايس المسمار السيلف تابنج بالظبط يبقى انا كده مش ماسك في الديستال كورتكس او في الفار كورتكس. يعني دي الحته البراكتيكال اللي نطلع بيها من حكايه السيلف تابنج والنون سيلف تابنج سكروز. طب هو يعني ليه اصلا عملوا السيلف تابنج سكرو؟ وهل هو دايما كويس ولا في ديس ادفانتج؟ يعني السيلف تابنج سكرو اهم ميزه فيه انه بيقلل التايم اوف اوبريشن، بدل ما ستيب من الستيبس اللي انا بستخدمها ان انا بعمل تابنج ده انا قللتها. بيزود انتميت فيت اوف ذا سكرو ثريد ان بون، لما بكون انا بستخدم سيلف تابنج سكرو بيمسك في العظم كويس. ايه الديس ادفانتج بتاعته بقى؟ حته الفلوتس اللي انا بقول عليها دي، ان انا لو انا مش معدي الفلوتس من الكورتكس ابقى انا كده البرشيز بتاعي جوه الديستال كورتكس قليل. عشان كده ذا سكرو شود بي انفانسد سو ذات ذا كاتنج فلوتس برتريود بايند ذا فار كورتكس. ودي حته تكنيكال مهمه، لما كنا انا شغال في حته ما ينفعش فيها اطول المسمار لان انا خايف ان فينا نيورو فاسكولار ستراكشر، خايف اعمل له انجري، ما استخدمش سيلف تابنج سكرو، لان هي حاجه من الاثنين، يا اما اعديه واعمل انجري يا اما ما اعدوش يبقى المسمار مش ماسك. الحته الثانيه الاديشنال اكزيال لود، انا السيلف تابنج سكرو هو اللي بيعمل لنفسه تابنج، فبيستهلك جزء من اللود اللي انا بعمله ده في ان انا بعمل السريشن جوه الكورتكس. فممكن لو انا عامل بي انتر فراجمنتال سكرو انا هعمل ايه؟ هضغط جامد، هعمل ديسبليسمنت للفراكشن. فما ينفعش او ريكومندد يعني ان انا استخدم مسمار، مش ريكومندد ان انا استخدم مسمار سيلف تابنج وانا بعمل له انتر فراجمنت وانا بستخدمه كانتر فراج. يبقى انا لو هعمل انتر فراج سكرو ما احطش مسمار سيلف تابنج، لان هضطر اعمل باور اكتر فده يعمل ديسبليسمنت للفراكشن. لازم كله يعدي ولا جزء منه؟ لازم كله. كله؟ اه، اللي هو يساوي 2 مللي من المسمار تقريبا. يعني انا بقيس مسمار لقيته مثلا 30 بالمقاس بتاعي احط مسمار 32 لو انا حاطه سيلف تابنج. هنتكلم عن المسمار بقى، المسامير احنا اتكلمنا عن البايوميكانيكال فانكشن، هنتكلم عن المسامير حسب البون ان ويتش زي ار يوزد، انا هستخدمه في مسمار كورتيكال ولا كانسلس. هو الاول ده الرسمه دي موضحه لنا الفرق بين المسمار الكورتيكال والكانسلس. المين ديفرنس بين الكورتيكال والكانسيلس سكرو هو ايه؟ حد عارف ولا لا؟ ستريدز نفسها
في الكنسلس سكرو اعرض. ده المين ديفرنس، وهو ده اللي هيفرق معايا، لان الثريدز لما بتعرض بتزود ايه؟ البول اوت سترينس. طب هو انا ليه محتاج في الكنسلس بون بول اوت سترينس اكتر؟ لان البول اوت سترينس دي بتعتمد على حاجتين، على الثريدز وعلى الكواليتي بتاع البون. في الكنسلس بون انا الكواليتي بتاعتي ضعيفه، الموليكيول بتاع الكنسلس بون فيها سبيسز واسعه، فالبول اوت سترينس هتبقى اضعف من الكورتيكال بون. الرسمه دي مختصره حاجات كتير قوي انا ممكن ابقى بسال عنها وانا شغال. هو انا لما احط مسمار كورتيكال 3.5 هستخدم له بونت قد ايه؟ او هعمل له تابنج بتاب قد ايه؟ طب لو كان 4.5، طب لو كان كانسلس 4.5، طب لو كان 6. الحاجات دي ممكن كلنا نتلخبط فيها. الرسمه دي موضحه لك كل حاجه. اول حاجه المسمار نفسه، لما اقول ان ده مسمار كورتيكال 4.5 ده معناه ان الكور ديامتر بتاع المسمار ده 3، يبقى انا هستخدم له بونت قد ايه؟ 3.2، مفيش بونت 3. يبقى انا المسمار الكورتيكال 4.5 بستخدم له بونت حسب الكور ديامتر بتاعه اللي هي كام؟ اللي هي اعلى بواحد او 2 من 10، اللي هي بتساوي كام؟ 3.2. طب ايه المنظر ده؟ هو حاطط لي هنا بونت 4.5، عامل بقى ايه؟ البونت 4.5 المسمار 4.5 هعمل بيها البايلوت هول. لو انا هستخدم ده كلاج سكرو، يبقى انا هستخدم البايلوت هول دايما كده قاعده انا عارفها، ان انا هستخدم مسمار 4.5 وعاوز استخدمه كلاج، اعمل النير كورتكس ببنطه بنفس مقاس المسمار. انما لو انا هستخدمه كبنطة عاديه للمسمار، انا هستخدمه كمسمار مش انترفراج يعني، بستخدم البنطه 3.2 اقل منه. تمام كده. السكرو هيد الديامتر بتاع السكرو هيد بتاع المسمار ال 4.5 كورتيكال 8 مللي. واضحه دي؟ طب لو مسمار 3.5 نفس الكلام، البنطه بتاعته هتبقى كام؟ 2.5. البنطه اللي هستخدمها للبايلوت هول 3.5، السكرو هيد 6 مللي. لو كان مسمار 2.7 نفس القصه بالظبط. كل ما فيها ان انا لازم ابقى عارف ان البنطه اللي هستخدمها للمسمار دايما اقل منه. واضحه؟ عشان ما حدش يتلخبط بعد كده ويحط استخدم اقول لك مسمار 4.5 انا عاوز بونت 4.5. لا، في مقاسات تانية احنا ما بنستخدمهاش هنا. لو هنستخدم بقى ميني بليد ممكن نستخدم الحاجات الصغيره دي. الكنسلس سكروز المسمار 4.5، 4.5 ده معناه ايه؟ ان الشافت بتاع المسمار نفسها مقاس 4.5. هو في فرق بين الشافت والكور؟ ايه الفرق؟ الشافت ده الحته من المسمار اللي مفيش فيها ثريدز، مقاسها لازم يكون مقاس المسمار. واضح؟ تاني بص المنظر ده كده، ده الشافت ماشي؟ الكلام ده ريجاردنج البارشن ثريد. دي الشافت بتاع المسمار، وده المنطقه اللي فيها السريشن، بيقضوا بعض لكن الكور في الحته اللي فيها السريشن. واضح؟ يبقى لازم ان الحته اللي فيها السريشن تبقى الدايمتر بتاعها قد الشافت بتاع المسمار اللي هو بارشل ثريدد. ده مسمار مثلا كانسلس 4.5 مللي، البنطه اللي هستخدمها فيه قد ايه؟ 3.2، لان الكور بتاعه 3.2. احنا قلنا من الاول مقاس المسمار ملوش علاقه بالكور بتاعه، لان المسمار ال 4.5 كانسلس وال 6.5 كانسلس كلهم نفس الكور، بالرغم ان ده 4.5 ده 6.5. تمام؟ نفس الكلام بينطبق بقى على بقيه المسامير يعني. الكانيليتد سكروز، انا من شويه كده بقول لك التنسايل سترينز، وانا بصنع المسمار الكانيليتد سكرو انا عارف ان انا مفرغ الكور بتاعته. يبقى انا لو جبت مسمارين نفس الكور، نفس يعني مسمار مثلا سي 4.5 كانيليتد، التنسايل سترينز بتاعه زي المسمار ال 4.5 اللي مش كانيليتد؟ لا، اقل، لان في جزء من الكور بتاعه مستهلك في الهول اللي انا عاملها فيه. هو اصلا انا بستخدم الكانيوليتد سكرو في ايه؟ في مكان انا مش عاوز اخش واطلع، انا عاوز دايركشن معين اخش بالواير واخش جايدد بالواير عليه، زي مثلا النيك فيمر. هو ده الفرق الوحيد بين المسمار الكانيوليتد واللي مش كانيوليتد. في حته مهمه في الرسمه هنا بنتعرض ليها دايما واحنا شغالين، يقول لك انا عاوز مسمار بارشل ثريدد 16 مللي. هو 16 مللي دول ايه؟ او 32، دول طول السريشن اللي في المسمار. يعني اقول لك انت وانت بتكتب مثلا امر الشراء بتاع الميديا المانيلس، فبتقول لي ايه مسمار بارشل ثريدد 32،
واحد على 32. يعني ايه واحد على 32؟ يعني ايه واحد على 16؟ يعني طول الثريدز اللي في المسمار 16 او 32. دي الحته اللي انا يعني بطلع بيها من الحته بتاعت الايه السريش البارشل سبيدر. اه ماشي. انا كده خلصت. كان في فيديوز المفروض بس حطيتها وللاسف الفيديو بتاع قفل. خلاص كده.